متخذة من اليوم الأول وبتشدد تام بخصوص مخالفين لحظر التجوال. أيضا هناك مساءلة قانونية اللي يقوم بخرق حظر التجوال سواء كان بالعجلات تغريم السائق وكذلك اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بإيداع التوقيف، وكذلك بخصوص الأزقة والفروع أيضا هناك دوريات نجدة مستمرة، وننبه بالمكبرات وننبه كل مواطننا أنه خروجه من الدار هو يسبب إرباك وممكن يسبب نقل العدوى.